يعاني الكثير من المواطنين من قضية تشابه أسمائهم مع مطلوبين للقوات الأمنية في قضايا مختلفة، لا سيما دعاوى الإرهاب. في تقريرنا الآتي قصة غريبة يعاني صاحبها من تشابه اسمه مع أحد رموز النظام السابق، لنتابع معا. ما إن ينظر عنصر الأمن في بطاقته الشخصية حتى تتغير ملامح وجهه، ليبدأ بعد ذلك فصل جديد من فصول قصته الغريبة، فاسمه يختزل القصة التي لم تجد نهاية سعيدة بعد. مشكلتي اشتباهي على عضو القيادة القطرية محمد يونس الأحمد، مواليد 1949 هو، وأنا مواليدي 1993، يعني أنا 25 سنة، الرجل عمره 80 سنة، فأنا أطلع لا أقدر أفوت على دائرة حكومية، لا أقدر أطلع هوية لبنتي، لا زوجتي، لا أبدل هويتي، دائما بالسيطرات أمسك على الشبه مالي، أظل يومين يعني أشبع شتل من الجنود، يعني حياة يعني تعرف أنت بعد السال. مشكلة تشابه الأسماء هذه على الرغم من سذاجتها إلا أنها تعيق حياة مواطن تم اعتقاله أكثر من مرة للسبب ذاته. ثلاث مرات أستاذ، من التحرير والحد الآن، يعني صور أستاذ سحب صور عضو القيادة القطرية بجهازي في سبيل منها مسك، أقول ماني هذا اشتباهي على هذا الرجل، يعني لكن أستاذ ما يفيد، يومين أظل بالسجن أتعرض إلى الإهاين إلى الرزالة أستاذ، وبالتالي يطلعون اطلع من السجن يطلعوني بعد يومين ثلاثه، يا يريدون مني فلوس استاذ يا ياخذون الهويه، وما اقدر اطلع هويه فاضطر ارجع اللواء اقول انطيني الهويه انطيك فلوس عم انطيني الهويه، ازيد من حاله صارت عندي استاذ. مشكله محمد يونس الاحمد الشاب تطرح تساؤلا في غايه الاهميه حول قضيه التشابه، فاذا لم يكن المطلوب شخصيه معروفه كيف سيتمكن المشتبه به من اثبات انه ليس الشخص المطلوب، وكم سيستغرق ذلك من حريته وكرامته؟